شاب سوري يبهر المصريين بصوته العذب، وفتاة سورية تترك رسالة مؤثرة قبل وفاتها حول الهجرة من سوريا. مواضيع متعددة نتابعها سوية معكم في حلقة اليوم من برنامج وسم، فأهلا وسهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج وسم، والذي نناقش فيه أهم القضايا التي يحكيها السوريون أو يعلقون عليها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من قبل مواطن مصري يظهر فيه شاب سوري وهو ينشد أغنية أو أنشودة يا أيها المختار للمنشد المعروف طه الفشني. نتابع. يا سوري كان ساكن في العمارة، صوته وغيب، سمع كما تابعنا معكم مشاهدين هذا الصوت الندي من هذا الشاب السوري والموهبة الفذة، ورصدنا أيضا لكم عددا من التعليقات حول الشاب السوري. يقول هلال محمد: ما شاء الله، خامة صوت في مكانها. أيضا تعليق آخر من أبو مهند الغالي، حساب يسمي نفسه بهذا الشكل، يقول: السوري مبدع وذكي كتير، بسوريا إذا أبدع بينحط بالسجن، وخاصة إذا كان المنافس. ربما يلمح لقصة باسل الأسد مع منافس له في الماضي. تعليق آخر لدينا من طلال خياتشي، يقول: بمجرد ما يضع السوري قدمه خارج سوريا تتفتح مواهبه. في خبر آخر لدينا مشاهدينا، في دوري كرة القدم بمناطق سيطرة النظام فاز نادي أهلي حلب على نادي الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل صفر. طبعا الخبر إلى هنا طبيعي، لكن دون أن يلعب الفريقان على أرض الملعب، وذلك بعد غياب نادي الجزيرة عن المباراة بسبب عدم حصوله على مستحقات النادي من اتحاد كرة القدم التابع للنظام. آراء عديدة رصدناها حول الموضوع، إليكم أبرزها. وفي المجمل طبعا كانت ساخرة وناقدة لواقع الكرة في مناطق النظام. سليمان شغال يقول: يعني قصدهم ما معهم إجرة بولمان يروحوا في عشام ونادي أهلي حلب، ركبوا التريزينات وراحوا. طبعا مجمل التعليقات كانت تنتقد الأزمة الاقتصادية وتحديدا فيما يتعلق بالمازوت. عمر كلاوديوس يقول: أنا برأيي يلغوا البريمير ليج السوري الممتاز، يستهزئ عمر، ويعملوا دوري بلاي ستيشن أونلاين ويوفروا مازوت ومصاريف على الفاضي ويلعبوا وقت تكون الكهرباء جاية والنت قوي، يعني يلحقهم مرة بالشهر على الأقل. زكريا أحمد يقول أيضا: هاد مو عدل، إذا النادي ما عنده 50 لتر مازوت يروح على المباراة بيخسر، هاد مو عدل، بكرة الأهلي ما يضل عنده مازوت وهيك بيعطوا الكاس لكازية تل عرن، وهي منطقة في ريف حلب الجنوبي. محمد المحمود يقول في تعليق آخر: سبب الغياب عدم وجود مازوت بباص الفريق. إذن التعليقات في مجملها مشاهدينا تشير إلى أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام ومعاناة الفرق من هذه الأزمة، وكان آخرها أيضا إيقاف
بعض المباريات في الدوري في دوري كرة القدم بمناطق النظام بسبب أزمة المحروقات. حول هذه المواضيع يسعدنا أن نرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا الآن السيد راغب بوبس الإعلامي الرياضي من مدينة الباب. أهلا بك معنا سيد راغب. بداية كيف تفسر حالة التراجع المستمرة التي يشهدها دوري كرة القدم في مناطق النظام؟ تحياتي إليك وتحياتي للأستاذ المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا وعليكم الأزمة اللي عم يمر فيها دوري النظام عموما هي مجرد انعكاسات للأزمة الاقتصادية. طبعا ما في وقت لشرح أسبابها، ولكن نتائجها يعني وصفت بأنه هذا الشتاء هو أقصى شتاء على مناطق سيطرة النظام منذ بداية الثورة عام 2011 إلى الآن. إرهاصات المشكلة بدأت منذ الجولة الأولى في البريمير ليج أو ما يسمى البريمير ليج السوري، عندما لم يحضر نادي الجزيرة مباراته مع نادي الوحدة في دمشق، مما تسبب في خسارته 3-0 قانونيا في الجولة الأولى من الدوري السوري الممتاز. ولكن كان في مشكلة أكبر من هيك، هي مشكلة عدم تسليم اتحاد الكرة التابع للنظام مستحقات مالية هي عبارة عن مكافأة مالية بقيمة 27 مليون كما يدعي إدارة نادي الجزيرة. نظام أو مكتب التنفيذي التابع للنظام لم يسلموا هذه المكافأة، وبالتالي تسبب في نقص المحروقات. أضف إلى ذلك أن المخصصات لنادي الجزيرة بموضوع المحروقات يعني حسب ما أشيع وذكر ليست بالكافية، خصوصا أن نادي الجزيرة يلعب 22 مباراة ملزم أنه يسافر فيها كونه لا يملك ملعب، وتم تحديد الأرض الافتراضية لنادي الجزيرة هي دمشق وليست الحسكة اللي هي تبعد عن دمشق من 500 إلى 600 كيلومتر. بخصوص مباراة أهلي حلب، كان في اتفاق بين نادي أهلي حلب اللي أرضه مدينة حلب ونادي الجزيرة اللي أرضه هو إقامته بالحسكة أنه تقام المباراة في حلب، وتم رفع كتاب لمكتب التنفيذي واتحاد الكرة، ولكن رفض بحجة قال مشان ما يصير في بلبلة بين الأندية وألزم نادي الجزيرة بالحضور إلى دمشق، وبالتالي يعني نادي الجزيرة لم يحضر للمرة الثانية هذا الدوري وخسر قانونيا 3-0 احتجاجا على رفض كتاب إقامة المباراة في حلب كونه مدينة حلب أقرب إلى الحسكة. طبعا مثل ما بنعرف كلياتنا أنه بسبعة كانون الأول العام الماضي 2022 أعلن اتحاد الكرة التابع للنظام إيقاف الدوري الممتاز لكرة القدم بسبب نقص المشتقات الرياضية وعدم توفرها، يعني مما أثار موجة سخرية عارمة في الأوساط الموالية حصرا يعني بهذا الأمر بالذات. ثم استؤنف الدوري وتابعت المباريات، لكن ما زالت الأزمة نفسها قائمة وسببها الأساسي قائم وهو غياب المحروقات. إلى أي حد يمكن أن تؤثر الحالة الاقتصادية على هذا الدوري؟ وكما نرى في حالة نادي الجزيرة ينسحب من أجل المباراة لأجل المستحقات المادية، هل فرغت خزائن النظام المادية نهائيا اتحاد كرة القدم؟ لا أعتقد أنه فرغت نهائيا، طالما هناك أندية تستطيع السفر، وبالتالي يعني فينا نقول أنه صار في انفراج جزئي لأزمة المحروقات عند النظام وبخصوص الأندية، ولكن اللي صار هو حالة خاصة بخصوص نادي الجزيرة. كما ذكرت أنه لديه 22 حالة سفر، فهو بحاجة أنه مخصصات المازوت تكون أكبر من هيك بالنسبة له، يعني هو يعني موجه رسالة لاتحاد كرة القدم أنه أنا إذا ما زودت لي المخصصات ما أقدر سافر. بعض الأخوة فسروا الأمر أنه لا، نادي جزيرة بده يلاقي حجة للانسحاب، وهي أفضل حجة حجة المازوت. بجوز هو النادي فعلا هو النادي ضعيف وما قادر يغطي مصاريف الدرجة الأولى، وفعلا هو بده ينسحب. ولكن يعني نادي أو اتحاد كرة القدم مكتب التنفيذي يعني ادعى أنه أنا صرفت 500 مليون على رياضة الحسكة، أنا لا أدري منين هذا المبلغ، من وين جابه وعلى شو صرفه بالضبط، ولكن هو عم يدعي هذا الأمر. وبالمقابل نادي الجزيرة قال لك أنا ما بقدر أني سافر على دمشق كل أسبوع كرمال ألعب مباراة، السفر 17 ساعة وحواجز وبا إلى آخره. فهذا الشيء أثر بالدرجة الأولى على مبدأ تكافؤ الفرص اللي هي أساس الرياضة. يعني نحن معروف دوليا يعني رياضة كرة القدم هي قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، يعني بلعب مباراة على أرضي مباراة على أرضك. مثلا انا ما عندي ملعب او ما عندي مقدره بتقي لي ملعب قريب على مدينتي، ما بتشلفني بدمشق وبتقول لي والله روح كل اسبوع العب هنيك، واذا ما رحت بدي اعاقبك. يعني هي هون المشكله اللي حصلت. فهي في خصوصيه بالازمه، في خصوصيه بالازمه خصوصا مع انخفاض معنويات الاداره واللاعبين والجمهور نادي الجزيره.
لانه هلا حاليا هو متتيل الترتيب بصفر من النقاط. يعني شاهدنا في حاله سابقه لاعب نيجيري يغادر نادي الاتحاد او اهلي حلب بسبب عدم دفع مستحقاته، كيف ترى هذا صحيح. الامر ايضا؟ صحيح، يعني الـ مثل ما حكينا الازمه الاقتصاديه عم تلقي بظلالها على المجتمع بشكل عام الموالي، والرياضه ليست يعني ليست بمنأى عن هذه الازمه، يعني قد يكون اللاعب النيجيري عم يتقاضى، ممكن تكون تاخرت مستحقاته الماليه، ممكن عم يتقاضاها، ولكن مثلا لاعب النيجيري ما بس بيلعب 90 دقيقه جوا الملعب، عنده حياه كامله برا الملعب، كيف بده يمكن انه يعيش انسان غريب بدون كهرباء، بدون انترنت، بدون خدمات، ادنى خدمات الانسانيه اللي بنحكي عنها بشكل عام، كيف بده يعيش انسان غريب عن هذا المجتمع في ظل هذه الظروف؟ بجوز هو لنفرض مثلا هو وشيع انه مستحقاته الماليه متاخره، ونادي اهلي حلب قال انا بدي قاضي اللاعب النيجيري لانه هرب، هو مصطلح هرب بين قوسين، ولم يهرب وانما خلص يعني طلب فسخ عقده، وهذا طلب مشروع لاي لاعب في العالم. يعني الازمه الاقتصاديه اللي عم مر فيها النظام، برجع بقول لك انه وصف هذا الشتاء هو الشتاء الاقصى يعني من 13 سنه الى الان. نعم، انتم لديكم بعجاله لو سمحت، يعني في الدوري الشمال المحرر لديكم الدوري مستمر ولا يوجد مشاكل عموما، بينما دوري النظام، حدثنا قليلا عن هذا الدوري لديكم في الشمال السوري. طبعا دوري الشمال السوري هو ايضا مؤلف من 12 نادي بيلعبوا بنظام الذهاب والاياب على 3 ملاعب، يعني هو جزء من النشاط الرياضي في المناطق المحرره، في دوري اخر في مناطق عزاز ودوري اخر في مناطق عفرين. طبعا هي دوريات خلينا نقول محليه، يعني بتشمل مناطق شوي ضيقه، بتجري مسابقات فيما بينها، والمسابقه الرئيسيه هي اللي بتصير مسابقه الكاس اللي بتشارك فيها نخبه الانديه اللي بتقدر انه تتنقل، مثلا نادي بيروح من الباب على عفرين او من الباب الى جرابلس دون اي عوائق ماديه، لانه هو النادي مقتدر ماديا انه يطلع بشكل طبيعي. يعني دوريات الشتاء هي دوريات محليه لتصنيف الانديه و بالضبط. طبعا النظام الرياضي مستقر من 5 سنوات الى الان، لم يعاني من اي مشاكل تذكر، يعني لم يعاني من اي تاخر رغم كل الصعوبات. يعني سيد راغب، ما زال الدوري في الشمال السوري مستمرا ومتواصلا رغم كل الأزمات، أيضا أزمة محروقات ربما منها، لكن مستمرون في المقابل دوري كرة القدم في مناطق سيطرة النظام يعاني الأمرين. علما أنه يعني واردات النظام تأتيها واردات يعني من النظام ذات نفسه، يعني النظام ومن الفيفا ومن الفيفا، ولكن بالمقابل انديتنا هون يعني لا يوجد لها دعم حكومي، هو مجرد دعم اهلي، دعم شعبي قائم على، حتى دعم تجاري لا يوجد، يعني ما في مثلا شركه تتبنى نادي مثلا تتبنى مصاريف، لا يوجد هذا الامر. أشكرك. دعم اهلي، دعم شعبي، وامور ماشيه الحمد لله رب العالمين. شكرا لك السيد راغب بوبس على مشاركتك معنا، وانت الاعلامي الرياضي. شكرا. كنت معنا من مدينه الباب. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما يتحدث به رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا في برنامج وسم الذي نرصد فيه أهم ما يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المنصات المختلفة. في خبرنا الآن، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا بشكل كبير مع قصة الشابة إيلين عامر، قصة مؤسفة التي ماتت نتيجة معاناتها مع مرض عضال، والمحزن أيضا هو ما كان في منشورها قبل أيام من وفاتها، إذ كتبت تنتقد الأوضاع المعيشية في سوريا ودوافع الهجرة عند السوريين. فقالت إيلين: عند مغادرتي من هذه البلاد عاجلا أم آجلا سأترك رسالة مفادها: العيب في المكان، نحن جيدون، نحن ممتازون، نحن استثنائيون حين صبرنا إلى هذا الحد، لكننا الآن نغادر دون ندم، الندم تركناه خلفنا يغمر المكان الذي لم نعد نريد أن نعطيه فرصة ثانية. عندما تتيح لي الفرصة، تتابع إيلين، عندما تتيح لي الفرصة لمغادرة هذه البلاد مرة أخرى لن أشعر
بالندم أبدا، ولن أملأ صفحاتي الإلكترونية بمنشورات الكذب والنفاق عن مدى شوقي لها. سأندم على كل دقيقة قضيتها في هذا المكان الذي ينتهك الأحلام ويغرق الشباب بهموم تفوق أعمارهم بعشرات السنين. لم يعد هذا المكان قابلا للعيش، فقد أصبح كل شيء فيه بائسا ومزعجا ومخيبا للآمال، ولن أحن لها أبدا. كلام قاسي ومؤلم، يعبر عن كمية ربما من الغضب والسخط تجاه ما آلت إليه الأوضاع تحديدا في مناطق سيطرة النظام التي يهاجر منها الكثير من الشبان والشابات، تحديدا هذه الفئة، إلى الشمال السوري أو إلى لبنان، ومنها يخرجون إلى أوروبا. على كل حال، التعليقات على المنشور أو على هذا الترند جاءت كالتالي، بما أنه أصبح قضية بارزة في السوشيال ميديا. دعاء أبو سعدة تقول: كيف يمكن للإنسان أن يشعر بموته؟ لترقد روحك بسلام يا إيلين، علها تجد السلام والطمأنينة. أيضا وفاء أي بي تقول: معقول كان قلبك حاسس أنك رح ترحلي؟ هكذا يرحل الأنقياء، لم يعد لهم متسع في الأرض. حرقت قلبنا عليك يا غالية، يرحم روحك ويقدر أهلك على الصبر ومحبينك. أيضا إم نبيل تقول: هذا حال كل الشباب وكل الناس، أصبحت تتمنى الموت على العيش بهذا الوضع المأساوي، الله يفرجها بأحسن حال، تقول أم نبيل. أما محمد بركة فيترحم على إيلين ويقول: لقد صدقت بكل حرف من حروفها، وكل ما تكلمت به الشاب المرحومة هو واقع مخيف بشع للأسف. للأسف ليس للشباب فقط، بل وأقل مقيت مميت مظلم لكل من عنده أمل بالحياة أو طموح، ظلام بكل معنى الكلمة، الله يرحمها، يقول محمد بركة. تعليق آخر رصدناه من كاترين مكارم، تقول: كاترين، عم تغدرنا الحروف والكلمات. مكارم تقول: كاترين، عم تغدرنا الحروف والكلمات لنعبر عن هالمصاب يا إيلين. كنتي وردة عم يفوح عطرة بحياة أهلك ورفقاتك، صرنا نحسد كل ذرة تراب حاضنتك. يا غبنك ويا غبن ضحكتك، خليتي في غصة بقلوب الناس القريبة والبعيدة منك. إذن مشاهدينا، مع مجمل هذه التعليقات التي كانت متعاطفة ومصدومة من ما حصل مع إيلين، أن شخص يكتب منشور ربما يتنبأ فيه بوفاته دون أن يدري، وتحصل الوفاة وتندثر كل هذه الأحلام التي طمحت إليها إيلين بالهجرة خارج سوريا بسبب الضائقة التي تمر بها ويمر بها كثير من السوريين في هذا الوقت. للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفتنا السيدة حنان يحيى، الناشطة الإعلامية الاجتماعية من ريف إدلب. أهلا بك معنا سيدة حنان، تابعتي لا شك مجمل التعليقات التي أوردناها وأخرى تحدثت حول هذا الترند، ما هو تعليقك على هذا النوع من القصص؟ شابة سورية ترثي واقع البلاد ثم تموت وكأنها تترك للسوريين وصيتها. بداية أتقدم بالتعازي لأهل هذه الفتاة، رحمهم الله الصبر. في البداية إنه هاي الشاب نموذج لكثير شباب في سوريا ماتوا نتيجة ضغوط نفسية أثرت عليها الحروب، سواء كانت بجلطات قلبية، أزمات قلبية، أو سواء كان أدى هذا الضغط النفسي لوصولا لمرحلة اللي هي الانتحار. طبعا عم بحكي انا هون وبمناطق سيطره النظام. طبعا هلا بدنا نتطرق لموضوع مهم اللي هو شو هي الاسباب اللي ممكن تؤدي لازمه قلبيه لشاب في عمر ال 20 وال 25 وال 30 يعني. مثل ما بنعرف كلياتنا انه الشباب بهذا العمر بيطمح، بيحلم، عنده طموح بده يحققه بعد نهايه الجامعه لتاسيس عائله وبيت وراس مال اللي يشتغل فيه. للأسف تحولت أحلام هدول الشبان لكابوس، فصارت أقصى أحلامهم بإنهم يهاجروا، بإنهم يطلعوا برا هاي البلد. طيب شو الأسباب اللي ممكن تدفع شاب بإنه يطمح يهاجر، إنه يطلع برا هالبلد؟
مثل ما عم نشوف على مواقع التواصل بانه شبان سوريين باوروبا حققوا نجاحات كبيره. يا ترى هدول الشباب، السؤال هون، هن كانوا فاشلين بسوريا ونجحوا باوروبا؟ لا ابدا، هن كانوا ناجحين هون وباوروبا، وين ما راحوا هن ناجحين، ولكن ما في حدا قدر تعبهم هون في سوريا. او لم تتوفر ارضيه النجاح. الله عليها ذكرت بانه قالت في كلامها بانه العيب ليس فينا، العيب في المكان، نحن متميزين، نحن جيدين، نحن وصلنا لهي المرحله بانه لساتنا عايشين رغم كل هالاوضاع. فمثل ما قالت إيلين، العيب ليس فيهم، العيب بالمكان، يعني لهيك عم يطمح الشباب انهم يهاجروا أو بالإمكانيات المتوفرة التي لا تتوفر في الحالة السورية. وعلى كل حال ربما تكون حالة أوسع، يعني بالنسبة للشباب السوري قد يعيشون الضغوطات داخل سوريا وخارج سوريا أيضا في بلدان اللجوء، نرى أزمات قلبية ونرى ونسمع عن حالات كثيرة من الضغوط النفسية التي يعيشها السوريون في كل مكان جراء واقع بلدهم التعيس ربما في كثير من الأحوال والمجالات، لكن عن واقع مناطق سيطرة النظام، لهذا الحد أصبح الوضع صعب على كافة مستويات؟ نرى كلمات قاسية استخدمتها إيلين في منشورها، إيلين الراحلة عنا جميعا، كانت تنتقد مجرد الإقامة في سوريا وتريد أن تهاجر بأي طريقة، ما تعليقك؟ على اسعار، من ارتفاع اسعار صرف الليره السوريه، من ازمه المحروقات اللي عم بيعاني منها مناطق سيطره النظام مع بدايه فصل الشتاء. فاليوم ابسط المواد او ابسط مقومات الحياه ما موجوده في مناطق سيطره النظام. اليوم رب الاسره شلون هاك الهم، شلون بدي امن مازوت لتدفئه عيلته او اي يعني حطب او اي شيء لتامين وتدفئه لعيلته. شاب عم بيفكر بالمستقبل المجهول، الطفل كذلك الامر في وضع تعليمي سيء، كمان خوف من المستقبل المجهول. فاليوم من كل الجوانب تضيق في مناطق سيطرة النظام. اليوم حنضرب مثال صغير، راتب المهندس في مناطق سيطرة النظام 150 الف ليرة سوري، ما بيتجاوز ال 25 دولار. فاليوم 25 دولار لمهندس ما ممكن حتى تأمن له كماليات الحياة وليست رفاهيات. فما بالك أستاذي الكريم بالموظف العادي أو المعلم اللي رواتبه ما بتتجاوز 12 أو 15 دولار أمريكي. وإيلين مثل ما حكينا هي نموذج لكثير شباب عم بيعانوا من هذا الشيء، ماتوا نتيجة ضغوط نفسية ما نحكى عنه. إيلين تنبأت بوفاتها سبحان الله من خلال منشور حكته بالرسالة وجهتها للشباب اللي مثلها، اللي كلهم بيطمحوا يهاجروا، اللي ما عم يحسنوا يحكوا الشيء اللي بقلبهم، ما عم يحسنوا يفصحوا عنه أو ما عم يتجرأوا يحكوا عنه. شكرا لك على مشاركتك معنا وتعليقك على هذا الموضوع السيدة حنان يحيى الناشطة الإعلامية الاجتماعية، كنت معنا من ريف إدلب. والآن مشاهدينا نستعرض معكم فقرة من أقوالهم التي نعرض من خلالها تغريدات مميزة إليكم أبرزها. تغريدة أولى من محمد ياسين النجار يقول: موافقة مجلس الأمن بالإجماع على تقديم المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر بعد ممانعة روسيا تمديده لعام. الإشكالية أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اختزلوا القضية السورية بالشق الإنساني ولم يمارسوا ضغوطا حقيقية على روسيا والنظام الأسد لفرض الحل السياسي بعد رفضهما له فعليا. تغريدة أخرى في ذات السياق من ياسر الفرحان يقول على تويتر: ترك روسيا تتحكم في مجلس الأمن بقرار إدخال المساعدات الإنسانية تسبب عبر السنوات السابقة بزيادة مكتسبات نظام الأسد في القرارات جراء فرض روسيا تغييرا في صيغة مشاريع القرارات، ولو قدمها أصحاب القلم من الدول الأعضاء بالمجلس بمواجهة روسيا لفرضوا عليها الامتناع عن التصويت وفقا للميثاق، يقول ياسر الفرحان. تغريدة أخرى من رضوان زيادة يقول أيضا عن موضوع المساعدات الإنسانية عبر الحدود وهو الملف الحساس، يقول رضوان زيادة: قرار مجلس الأمن تجديد المساعدات عبر الحدود بدون دراما وبدون تهديد روسي باستخدام الفيتو يؤكد ما قلته قبل عام أن الأسد أصبح بحاجة للقرار أكثر من حاجة المعارضة له بسبب عائدات العملة الصعبة الذي يدخله من المساعدات، ولذلك توقف التهديد الروسي المستمر بإيقاف
هذه الآلية. إذن كانت هذه الآراء من فقرة من أقوالهم تركز بشكل أساسي اخترناها لكم عن المساعدات الإنسانية إلى سوريا وهي شريان الحياة لملايين من السوريين المقيمين في الشمال السوري وشمال غرب سوريا. قبل الختام مشاهدينا، ما رأيكم أن نتابع سوية هذا المقطع لجبال مكة المكرمة في السعودية وهي تبدو خضراء من النباتات التي عليها بعد أن كانت صحراء قاحلة كما عهدناها؟ نتابع. إذن من هذه المشاهد الجميلة من مكة المكرمة للأراضي التي أصبحت خضراء بعد أن كانت صفراء من الرمال، نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا من برنامج وسم. لا تنسوا متابعتنا عبر منصات حلب اليوم الرسمية. دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.